ازيكم يا جيش برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجوزاء التلات 11 مايو 2021. وضعك العاطفي اليوم يبدو صعبا جدا وأكثر توترا من السابق. هل أنت مستعد للتضحية من أجل من تحب؟ أنت تخشى القيام بأي خطوة إيجابية تجاه الشريك لأنك تقلق من القيود التي ستفرض عليك. بسبب هذه الخطوة إنه الوقت المناسب للاستماع للموسيقى والبحث عن من يهتم بهذا المجال. توقعات برج الجوزاء عاطفيا: تجد نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنه قد يعلمك بأنك غير جاهز لذلك بعد. توقعات برج الجوزاء مهنيا: يمكنك التوصل إلى طرق سهلة لحل القضايا المعقدة والتواصل مع زملائك في العمل ومناقشة الحلول لمشاكل في العمل. توقعات برج الجوزاء صحيا: خبر محزن يقلق راحتك ويسبب لك صداعا وتعبا نفسيا، لكن اطمئن، الأمر لن يطول كثيرا.